الترند معانا النهارده من اسكندريه وبالتحديد من حفله ويجز، واللي كانت حديث السوشيال ميديا الايام اللي فاتت بسبب حجم الجمهور الكبير اللي حضر الحفله، وبدات بعض الناس تشكك في حجم الجمهور وتقول ان الصوره فوتوشوب وانه من الصعب ان يكون ده حجم جمهور ويجز اللي عمره في الغناء لسه صغير. لكن الحقيقه ان حفلات ويجز بيحضرها جمهور كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، والجمهور ده اغلبه من المراهقين والشباب اللي بيسمعوا اغاني الراب. وكان ويجز طرح الاسبوع اللي فات اغنيه جديده مع ديسكو مصر بعنوان كيفي كده، واللي قدرت انها تحقق 5 مليون مشاهده على اليوتيوب. وبخلاف الاغاني ويجز بيستنى عرض اول تجربه ليه في مجال التمثيل بمسلسل بيمبو مع المخرج عمرو سلامه.